اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، ودي الفقره اللي هنتكلم من خلالها عن انظمه الدايت المختلفه وازاي بيتم اختيار النوع المناسب لكل حاله، يعني من حالات السمنه وخصوصا لو كانت سمنه مفرطه. ده اللي هنتكلم فيه مع دكتوره ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه اللي منورانا. صباح الفل عليك. صباح الفل والجمال يا كريم. كله تمام الحمد لله بخير. في ناس فاهمه بالغلط ان في نظام دايت واحد يمشي مع الكل، وفي ناس تانية تقول لك لا، ده كل واحد وبناء على امور معينه بيبقى له نظام غذائي. انهي فيهم الصح؟ تيلرينج، خياط. انا دكتوره تغذيه، سواء دكتور ريهام سواء الفريق الطبي الكبير جدا هنتكلم عنه لشركه بايو ناتشرالز النهارده، احنا بالظبط بنفصل زي الخياط. حضرتك بتيجي باخد الخياط بيعمل ايه؟ مش بياخد مقاساتك وبيقيس ويشوف انت الموديل والديزاين اللي انت عايزه ايه، ويتكلم معاك ويعرف كل حاجه عشان يطلع في الاخر حاجه مناسبه ليك، فيتنج ليك. ده بالظبط اللي احنا بنعمله، سواء انا دكتور ريهام او الفريق الكبير جدا من اخصائيين التغذيه في شركه بايو ناتشرالز يا كريم، علشان نسمع منك كل تفصيله. هدفك ايه؟ عايز تخس ليه؟ تاريخك المرضي ايه؟ عملت تجارب دايت فشلت فيها ولا لا؟ طيب ايه اللي بيقابلك في يعني في الدايتس اللي انت عملتها قبل كده وفشلت، علشان نتجنب كل ده ونحل المشاكل بطريقه صحيه وامنه. ولازم نقول امنه لان دي حاجه مهمه جدا. احنا في بايو ناتشرالز كل حاجه عباره عن الياف طبيعيه معاها بعض الحاجات اللي بتحفز الحرق اللي هي برضو طبيعية، زي فيتامين سي والكروميوم، القهوة الخضراء، الجارسينيا. كل دي مكونات مش موجودة في كورس واحد وهو بيستا، لا هي موجودة في عدة كورسات كتيرة جدا بنقدمها في بايو ناتشرالز تناسب كل شخص. احنا عندنا الأعمار السنية مختلفة، معدلات الحرق بتفرق، طبيعة الوظيفة وقد ايه انا بره البيت وحياتي عاملة ازاي، عندي مرض مزمن ولا لا. وخلي بالك دي مشكلة كبيرة جدا، الأمراض المزمنة، نقص فيتامينز معينة، ودي برضو مش حاجة كتير ناس بتبقى عارفاها. بتقول يا دكتور انا حاولت دايت كتير، انا زمان كنت بعمل نفس ورقة الدايت اللي شايلاها في الدرج دي من 10 سنين طلعتها دلوقتي، ده انا حرقي ما بقتش بحرق، ده انا عملتها اسبوعين ما خسيتش غير نص كيلو. حصل فيا ايه؟ واحباط واكتئاب رهيب يا كريم. ليه؟ عشان ممكن بقى عندنا نقص فيتامين دي، ما عندنا نقص حاجات تانية. اليويو دايت ان انا كل شويه بتخن وبخس وبتخن وبخس بيبوظ اصلا معدل الحرق. كل ده احنا حليناه النهارده، من لما هتتواصلوا مع الفريق هيقولوا لكم حاجه بسيطه جدا. احنا دلوقتي عندنا مشكله في الشهيه، دي مشكله ثلاث ارباع الناس. طيب حلها ايه؟ حلها ان انا اوجد ان المكان او السبيس اللي في معدتك انا احط فيه شيء طبيعي من الالياف، بالونه، مش بالونه زي ما بنروح نحطها عند الدكاتره، لان دي عكس اللي انا بعمله. يعني ايه؟ تقولي يا دكتور طب ما انت بتديني كيس في كوبايه ميه تاخديه قبل اي وجبه بنص ساعه او ساعه، من مرتين لثلاثه يومين على حسب الوجبات الرئيسيه في يومي عامله ازاي، وبتخليني اكل اقل، باكل نص الكميه او ربعها، ومش بتشترطي عليا ولا انت ولا الفريق ان انا امشي على نظام دايت تعسيفي وكلي زبادي وجبنه قريش والحاجات اللي بيقولوا لنا يا دكتور انتوا خليتونا ارانب، ده بسمعها بالظبط كده. بتعملوا القلعه من كده بكتير، انتوا ممكن تحطوه قدام صينيه المحشي مثلا وهو مش قادر ياكل. احنا بقى بنعمل ده بالظبط. شفت انت قلت بنعمل الاصعب بس الاسهل بالنسبه للمريض. هو قاعد قدام مكرونه البشاميل ولا المحشي وهيموت ويمد ايده مش قادر، هو شبع مش قادر. انا مليت المعده اللي يعني بنعرف نكبس فيها زي ما بنقول بالبلدي كده كميات كبيره، انا مليتها ببالونه من الالياف الطبيعيه، طبعا بتدوب خالص خلال كام ساعه. وبناخد واحده تانية لما هنكون هناكل، اللي هو الكيس زي ما قلت في كوبايه ميه، علشان النتيجه النهائيه حضرتك بمنتهى البساطه ومنتهى الامان انت هتخس من 10 ل 12 كيلو لو التزمت مع الفريق بالمتابعه الاسبوعيه بانتظام. ومش بس كده، انا بقدم في الكورس اد مالتي فيت فيتامين، دي حاجه هي في حاجات بتبان مكمله اكسسوارز، يعني في كده ايه، عارف لما تبقى لابسه طقم شيك قوي قوي بس تحس ان ناقصه حاجه، الحاجه دي مغيرت شكله تماما. هو ده بالظبط، يبان ان الفيتامين ده حاجه بسيطه رفاهيه كماليات، ولكنها كل العناصر الموجودة في القرص الواحد اللي هناخده يوميا في قلب مالتي فيت اللي احنا بنقدمه ككورس متكامل في شركة بايو ناتشرالز، قررت ان ده الحل السحري. ليه بقى؟ لان ثلاث ارباع المصريين يا كريم عندهم نقص فيتامين دي، نسبة كبيرة جدا. فيتامين دي بصورة مباشرة بيقلل معدل الحرق وبيعمل الام العظام وشعور بالكسل والتعب اللي بينتج عنه ايه؟ انا مش قادر انزل اتحرك، انا ببقى قاعدة في النادي. ما خلي بالك هي دايره يعني لو فكرت فيها جدا طبعاً. بقوه رهيبه يا كريم، يعني طبعاً. انا دلوقتي ربه منزل بتقول طول الوقت انا ما عنديش وقت، طيب انا مسحوله يا دكتوره، ويعني بيكلموا الفريق كل واحد متابع مع دكتور معين، لا طب ما تتحركيش، ليه؟ حاولي تتحركي ده لصحتك. فترد عليهم وتقول لهم في المتابعات التليفونيه
انا بروح بادي تمارين وي طب ما انت قاعده ساعه او ساعتين، او عايز اقول لك في امهات بيقعدوا بالخمس ساعات في النوادي منتظرين تمارين طفلين او ثلاثه. انت لو تمشيتي ساعه واحده تمشيه يعني سريعه شويه، بتسمعي قران، بتسمعي اغنيه بتحبيها، حاجه تكون مسليه بالنسبه لك، بتسمعي كورسات، يعني خلي بالك يعني احنا ممكن نبقى ملهيين السمع حاجه واحنا ماشيين في ودننا يلهينا. فانت لو بتتمشي لمده نص ساعه او ساعه في الوقت اللي ولادك مشغولين فيه في تمرين، ده عامل رائع جدا وممتاز. لكن احنا للاسف بنسد كل الطرق، التمشيه هتعلي المود وتحسن المزاج وتقوي الكتله العضليه، لكن احنا للاسف دايما بنلاقي شماعه ان احنا ما نعملش حاجه صح لحياتنا. فاحنا هنبدأ نعمل أول خطوة صح في حياتنا، إن احنا هنتواصل مع فريق طبي هيكون دايما حريص على متابعتنا، إنه يدينا الإرشادات السليمة المظبوطة. هنساعدك في إن ناخد أول خطوة إن انت تقفلي الشهية شوية، لأن احنا قفل الشهية الأكل بقى متعة من متع الحياة للأسف القليلة جدا في يومنا وحياتنا. فأنا مش هقدر أمنعك وأقولك لأ، أو خلينا واقعيين، يعني إن انت تمنع حد دلوقتي في الوقت ده بقى مش شيء سهل خالص. هو قادر تمام طبعا، شيء رائع هيجيب نتائج أعلى، بدل ما يخس من 10 12 كيلو بنوصل ل 15 و16 كيلو لو شخص هو عنده الإرادة، فهو مقلل اكله مع بيستا والقلب مالتي فيت. هو مع بيستا هيقللها خلقه لوحده، لا هيقل بقى كمان. انا عايزه اقول لك بجد فعلا، ودي حالات انا بشوفها في المتابعات، وانا بتواصل بقى مع الحالات دي بنفسي، يعني الفريق بيحولها ليا لان بعمل لهم زي مكافئات او ريوردز بجد، عشان يبقى في دايما تحفيز طبعا. هو شخص جاي عنده طاقه وانرجي، وصل لمرحله من باب الفضول بس، ايه نوع المحفزات اللي بتجوا يعني مثلا الواحد نجح في انه ينقص 10 كيلو، تدخلي عليه مثلا ببرام؟ لا مش ببرام بقى، لا بعمل له مثلا التثبيت، لا بساعده ان كورس التثبيت هو خس في فتره اقل من المتوقعه، فبعمل له مثلا كورس التثبيت اللي هي فتره التثبيت جزء فيها هدية مثلا. بديله حاجة داعمة مثلا زي القهوة الخضراء اللي هي بتسرع الحرق أكتر في مرحلة التثبيت، بقدمها له هدية مع الكورس اللي هياخده الفترة الجاية. بنحاول نساعد الناس إن هي تبقى مبسوطة موتيفيتد، وده جميل. هل بالمناسبة في أي تعارض يذكر ما بين المنتج اللي احنا بنتكلم عليه وبين أي مرض، وخصوصا لو كان مزمن؟ خالص. ضغط، سكر، النوع ده من الحاجات. خليني أفاجئك بقى يا كريم، إن احنا بيستا الحمد لله يا رب، الحمد لله النتائج اللي ريكوردد عندنا في شركه بايو ناتشرالز، وده بالعلم على فكره، يعني قبل ما نبقى عندنا ريكورد العظيم ده من الحالات الحمد لله اللي مفرحانا جدا جدا، وفرحتهم هي اللي مفرحانا، وبنشوف النتائج دي. العلم بيقول ايه؟ يعني انا يعني غير الواقع اللي بيحصل، العلم بيقول ايه؟ العلم بيقول ان انت لما بتعلي الالياف في جسمك كمريض سكر، مستوى السكر في دمك بيكون منتظم، فمش طالع نازل، فما بتحسش بالجوع الشديد، وسكراتك بتكون كويسه، فيبتدي وزنك يقل تدريجيا. لان انا الله يعني كمان بيساعد على تظبيط معدل السكر، علاج بطريقه اندايركت، عشان ما تقولش يا دكتور ده انا هاخده علاج. مفهوم. بس من ضمن يعني اثاره الطيبه انه بيظبط السكر. ده طيبه جدا جدا، لدرجه ان عايزه اقول لك ان فعلا، وده مش مبالغه، احنا كدكاتره سواء تغذيه او بطنه بنقول لمريض السكر اللي ما دخلش جسمه انسولين، انت ممكن تبطل العلاج. فده كلام احنا بنقوله في اي مكان طبي، خلاص طالما ما دخلش جسمك انسولين. بايه؟ بفقدان الوزن. فبالتالي اي مريض مشي معايا على كورس بيستا، مريض سكر او عرضه يبقى عنده سكر النوع الثاني وما دخلش جسمه انسولين، فقد وزن، بياخد الياف عاليه. خلي بالنا ان الكروميوم، وده احد مكونات بيستا العظيمه لانها موجوده بتركيز 500 ملي جرام، وده رقم رائع يا كريم، ده بيعمل ايه؟ بيحفز افراز الانسولين وبيقلل امتصاص النشويات. فالنتيجه اللي اسمرت عنها المتابعه في بيستا هي ان الشخص فقد وزن، الكوليسترول واي دهون عنده في جسمه قلت، افراز الانسولين عنده تحسن، فبالتالي بطل العلاج الاقراص اللي كان بياخدها لعلاج السكر. عظيم. اصبح وسيله للشفاء. جميل. طيب احنا سمعنا لغايه دلوقتي ما تيسر من الدكتوره ريهام الحياوي، تعالوا بقى نسمع من الاشخاص المعنيين، تعالوا نتعرف على حاله اتعرضت للتعامل مع هذا المنتج، وتعالوا نشوف نتج عن هذا التعامل ايه. تابعوا معنا. احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخسي؟ اسمي إسراء محمد ممدوح، سني 20 سنة، كنت 95 وبقيت 50. قبل ما أخس كنت بعاني من نفسي قصير، ما كنتش بقدر أتنفس كويس، اللبس كان عندي فيه مشكلة، ضربات قلبي كانت سريعة، ما كنتش بعرف أتحرك، ما كنتش بحرم نفسي من أي أكل، كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة. إحساسي بعد ما خسيت إحساس جميل جداً، بعرف ألبس براحتي وبعرف آكل اللي أنا عايزاه وأتحرك، وجسمي بقى خفيف جدا. أنصح أي حد جسمه مليان
ان هو يتابع مع بيستا، موضوع سهل جدا. جميل. طيب يعني في بعض الاحيان بنلاقي ان في حتى اطفال عندهم سمنه مفرطه، هل يقدروا يتعاملوا مع نفس المنتج ولا في يعني هل في حد ادنى من العمر او من السن عشان اقدر اخد المنتج ده؟ من اول سن 13 سنه مسموح وامن جدا ان احنا نبدا كورس بيستا والمالتي فيت، ما عنديش اي مشكله خالص. وبالعكس ده خلي بالك احنا لسه السؤال لسه قايلينه قبل الحاله، حاله اسراء، فكره السمنه اللي بتؤدي للاصابه بالسكر النوع الثاني، وده بقى منتشر جدا جدا بين اطفالنا للاسف جدا. مش عايز اقول لك النسبه عماله في تزايد كبير جدا، لان الاطفال اسلوب الحياه والنمط اللي هم عايشين بيه دلوقتي طبعا. مع الانفتاح طبعا. بقى بيخلي سكريات على مقرمشات على عصاير فيها مواد حافظه وللاسف بتبدا من البيت كريم ومن الام طبعا. بتبدا من البيت ومن الام، وتيجي الام هي اللي بتشتكي من الطفل اكنه شخص كبير عنده اراده وعنده فهم وعنده مسؤوليه، تعسفه تعسيف رهيب وعايزه تمنعه. اذا كان انت كبيره انت او باباه مش قادره تمنعي الحاجات دي من البيت، فجايه تكلمي عن الطفل بالطريقه دي، ده ظلم كبير جدا. وانا بشوف انه بينعكس عليهم نفسيا، صحه الاطفال النفسيه بقت متاذيه جدا جدا نتيجه مش بس التنمر في مدارس والبيت، الاب والام هم مش مساعدين وبيتنمروا، يعني انت تخنت، انت بقى شكلك، انت في التمرين مش عارف تلعب زي اصحابك. طب احنا في ايدينا كام نمنع حاجات كتير ندخلها في بيتنا، بتنزلي السوبر ماركت تجيبي طلبات معينه، في حاجات لازم نقطعها، لازم نوقفها من بيتنا عشان سلامه ولادنا. انت الام اللي بتطبخي لازم انواع الزيوت اللي بتستخدميها والحاجات اللي بتدخليها في الطبخ تكون كويسه علشان ولادك. اولا عدد السعرات هيفرق جدا، طفل صعب نمنعه. طب طفل صعب تمنعيه، وهتحسني طريقه طهيك، وهتحسني انواع المأكولات الموجوده في الثلاجه عندك، هتعملي ايه تاني لابنك عشان ما تمنعيهوش وما تحسيهوش ان هو مش زي يعني اصدقائه الموجودين معاه في النادي او في المدرسه؟ بمنتهى البساطه بيستا هتدخليه كورس امن مرخص من وزاره الصحه لابنك، هياخده الصبح قبل ما يروح المدرسه برضه نفس الجرعه، وهناخده 3 مرات. ليه؟ علشان هو رايح ياكل في المدرسه، اللانش بوكس بتاعه كان بياكله بيجوع اكتر وبيشتري من الكانتين، ام بياكل من اصحابه لو هو طفل شويه شهيته مفتوحه، او لو هو بياكل اكله بس هياكل نص الكميه، فده شيء ممتاز. اهم حاجه اطمن اللي بيخش له العناصر الغذائيه المطلوبه، سواء البيض او البروتين والفواكه. مش حريصه ان هو ياكل كم كبير من الدهون والدسم اللي انت بتحطيه، والعيش والمربى والحلاوه، الحاجات بقى الجميله اللي الامهات بتحطها في اللانش بوكس دي، عايزين نوقفها تماما، بحيث انا الطفل لما هياكل نص لانش بوكس ده يبقى لازم اتاكد ان دخله البيض بتاعه اللي هو مفيد جدا، ايه عاملاه مسلوق، عاملاه مقلي بس بدهون قليله، انا كده في السيف سايد. هاخده قبل وجبه الغداء نفس الكلام، هيتعشى قبل ما ينام هيحصل نفس الكلام، هيجي هو مع الوقت الطفل ده اللي هو معدته اصلا اصغر مننا احنا ككبار، هتلاقيه مش قادر ياخد اكتر من وجبه او وجبتين في اليوم، يا مامي انا مش قادر اتعشى، فهتلاقي نفسك بتديله كيسين. وده بقى اللي بيحصل معايا انا وفريق بايو ناتشرز، دي بقى خبرتنا مع الاطفال والريكوردات اللي احنا بناخدها. عندي اطفال كتير جدا يا كريم بعد ما كانوا بادئين ب3 ساشت بيستا يوميا، وصلوا ان هو مش قادر ياخد غير كيس واحد لانه معدته ممتلئه بالفايبرز، فبالتالي هو مش قادر ياكل كتير. وكان ده ما بيأثرش باي حال من الاحوال على النمو وعلى خالص تكوين الكتله العضليه النوع ده من اللحم؟ احنا بنتفق مع بعض دايما ان احنا مش الكم الكيف، يعني انا لسه قايله دلوقتي ايه، ما انت لو ام اديتي بيستا وشهية الطفل قلت النص، وسبتيه انت قدامه دلوقتي ربع فرخه اللي انت بتقدميها له في الغداء، قدامه طبق خضار محترم، طبق سلطه، وعامله مكرونه بشاميل، انا هفترض اهو ايه الاكل، عامله فراخ باني مش عامله فراخ مشويه او مسلوقه، هفترض بقى السيناريو اللطيف اللي هو الكلاسيكي بتاعك بالظبط، الكلاسيكي بالظبط كده، عامله مكرونه سباكيتي الام بتعرفش تعمل اكل، والفراخ الباني وطبق السلطه، حطي له الفراخ الاولا والسلطه، وقولي له المكرونه موجوده هتاكل منها، بس خليه يبدا عشان هو هيشبع، انا واثقه انه هيشبع، خليه يبدا بالبروتين الحيواني اللي هيبني الكتله العضليه بتاعته ويديله الفايده اللي هو محتاجها للنمو وتجديد الخلايا، والسلطه والخضار عليهم الليمون والكمون عشان الحديد، ونحط بنجر في السلطه بتاعتنا عشان نساعد الحديد بتاع ولادنا انه دايما يبقى في حاله كويسه. هيجي بقى هو يمسك الطبق اللي مامي حاطه فيه المكرونه سباكيتي بالصوص الاحمر الجميل ده، البولونيز بتاعتنا الحلوه دي، هيلاقي نفسه شوكه في الثانيه مش قادر ياكل الطبق اللي هو بياكله. يبقى انا كأم ابقى ذكيه، عندكم حلويات النهارده والطفل بياكل حلويات، حطي طبق الفاكهه، حطي التفاح، حطي الحاجات المفيده الكويسه، قولي له هتاكل الايس كريم يا حبيبي بس خد كل التفاحيه دي الاول. بمنتهى البساطه، شفت الموضوع بسيط ازاي؟ فانا هبدا دايما
بالحاجة اللي سعراتها الحرارية أفضل، ومش بس كده فيها الفايدة كغذاء لأولادي أحسن لنموهم والذاكرة والتركيز وكل ده، أدي الحاجات فيها فيتامين سي حلوة، جوافة، كيوي، كل ده هيساعد في المناعة بتاعتنا. ثم أدخل على الحاجات المحرمات أو الممنوعات، إحنا بقى عندنا كدايت أنا وفريقي لما بنتكلم ومنتابع بقى لأولادنا كل أسبوع، هتلاقي كده بيقولوا لهم كل أسبوع إيه المحرمات بالمناسبة؟ تعالي نعرف الناس اللي بيتابعونا برضو عشان لو في أم تايهة في الحكاية مش عارفة. كوارث يا كريم، كوارث كوارث. البرطمان الجميل ده اللي بيمسكوه بمعلقه بياكلوا منه كده الشوكليت، دي كارثه. دهون مهدرجه، يعني انت لا تتخيل احنا بندمر ولادنا ازاي. يعني دي مشكله انا بسمعها كتير باللفظ كده، بيمسكوا البرطمان يا دكتور وياكلوا بالمعلقه كده الشوكليت دي اللي مليانه دهون مهدرجه وسعرات حراريه عاليه جدا. دي احد الكوارث الكبيره، ان احنا ناكل الفواكه اللي هي عاليه جدا في السكر. انا ما بقولش ان هي وحشه وما بقولش ان احنا نمنعها على فكره، عشان بقول في اوقات كتير لا، يعني مانجا كلوها، ما تمنعوش نفسكم منها، ما تمنعوش نفسكم من حاجه، ربنا ما خلقش حاجه وحشه او ضاره، احنا اللي بنسيء استخدامها باساءه الكميات واساءه التصرف. فاللي مقللوا منه العنب والمانجو والتين والبلح، لان دول من الحاجات زي العنب والبلح نقنقه، عارف انت ايه بتبقى قاعد. لا ودايما بيتنصح بيهم للي عايز يزود وزنه. بالظبط، انت عارف بقى اكيد طبعا طبعا. حاولت يعني مفيش فايده، مفيش فايده، لا عنب نافع ولا مانجا شافعه ولا حاجه نافعه، محدش مبسوط يا كريم. تخيلي فعلا كده، فعلا محدش عاجبه حاله، محدش عاجبه حاله، بس وكله بيدور وبينشد البرفكشن، وده صعب جدا. ده صعب، بس عارف بقى البرفكشن في ايه؟ وده في ايدينا بصراحه، ان احنا نحافظ على صحتنا. يعني انت تكون وزنك قليل، انت نفسك تزيد شويه، بس طول ما الحمد لله يا رب ربنا انعم علينا بصحه جيده، انا اكون كده ساتسفايد. هو يقال انه نسبيا لما يبقى الوزن قليل اصح شويه من فكره ان يبقى الاوفر ويت شويه، يعني بس مش دايما، خلينا نتفق. يعني لان انا يعني جسمي انا بقول انه مرايه، على الاقل فيما يتعلق بمساله المفاصل والعمود المفاصل بالظبط، الحركه والحاجات دي كلها طبعا دي حاجه مهمه جدا جدا، بس دايما خلينا حريصين. لو احنا بقى بنتكلم عن النقطه دي، عشان برضو نصيحه بنوجهها لكل الناس سواء بيخسوا او بيتخنوا، حافظوا على الكتله العضليه، هي الكيان سواء جسمك رفيع او ممتلئ اللي شايلك ومحافظ عليك. حافظوا ان تحاليلكم الانيميا والسي يعني سي بي سي، كل الحاجات دي كلها، الفيتامينز تكون كويسه ومستقره. عشان كده احنا في بايو ناتشرالز كنا حريصين جدا ان اي كورس لما هتتواصلوا مع فريق بايو ناتشرالز على الارقام والصفحه، هو بعد ما هيسمعك وهيقرر انت تاخد انه كورس من الحاجات المتوفره في الشركه، سواء الجارسينيا، القهوه الخضراء، بيستا بكل مكوناته، اي كورس احنا هناخده احنا حريصين على حاجه واحده بس، ان احنا نشوف المرايه الداخليه في جسمك، تحاليلك. ما انت ممكن يكون جسمك حلو وخسيت، لكن عندك دروب في الفيتامينز عامل لنا مشكله، احنا بنحلها من اول يوم من قبل ما تعمل تحاليل، عشان برضو عارفين ان احنا ثلاث ارباع الناس مش فاضيه لده. فهنعمل قلب مالتي فيت، وده مجموعه بتضاف لكل كورساتنا، وهو قرص واحد فقط من الفيتامينز بيمد جسمنا بكل احتياجنا اليومي الطبيعي. طالما انا شخص الحمد لله مش مصاب، عندي مشكله او نقص حاد في حاجه معينه، انا بديك الفيتامينز اللي ريليتد للجمال، عشان الشعر والضوافر والشحوب. دايما انت بتسمع دايما اي دايت، انا خسيت يا دكتور، بس بيقولوا انت عجزتي، انت كبرتي، وشك شكله بقى بيل، شعرك حصل فيه تساقط، جوزي بيقول لي شكلك بقى مرهق وتعبان على طول. كل ده قلب مالتي فيت حله بان انا وفرت لك حتى مجموعه فيتامين بي اللي نادرا لما بتكون متوفره في منتج واحد، كلها متوفره في قلب مالتي فيت، ودي حاجه رائعه. الزنك، البوتاسيوم، المغنيسيوم، كل ده متوافر في الكورس، انا ضفته مع كورس التخسيس علشان حضرتك تخس دهون مش عضلات، ودي نقطه هنحط تحتيها كذا خط، هنخس دهون مش عضلات، فانا محافظه على قوتي وجسمي وصحتي، بنيه جسمي عشان اقدر مفاصلي تتحرك كويس، وفي نفس الوقت مديتك بكل الاحتياج اليومي الطبيعي من الفيتامينز. عظيم، يعني بتفيدينا كالعاده بوجودك معانا، غير ان احنا بنستمتع اكيد بان احنا بنشوفك. بنشكرك على وجودك معانا، جزيل الشكر، ونشوفك على خير باذن الله. بنشكركم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. يا رب تكون الفقره الاخيره دي بصفه خاصه كانت مفيده للكم الاكبر منكم. بشكركم على المتابعه ونشوفكم على خير. الى اللقاء.